أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في الحوار مع جانلو. تنعقد دورة المنتدى بو آو الآسيوي عام 2017 في مدينة بو آو الصينية من 23 من إلى 26 من الشهر الجاري. وشعار دورة هذا العام العولمة والتجارة الحرة آفاق آسيوية، حيث يحضر المنتدى رؤساء دول وزعماء المنظمات الدولية وممثلو شركات. فما هي النقاط اللامعة للمنتدى؟ هل سيتم بناء منطقة التجارة الحرة في منطقة آسيا والباسيفيك مثلما هو مقرر؟ ما مدى مساهمة الصين في انتشار وتعميم العولمة؟ هذه المواضيع الأهم يتناولها اليوم بنقاش مع ضيفين كريمين في استوديو معنا، وهما أستاذ ليونتي خبير الشؤون الدولية. مرحبا بكم. أهلا، مرحبا. أو أستاذ عبد الرحمن مهندس يمني، مرحبا بكم أيضا. أهلا وسهلا. فنبدأ حوار اليوم بعد متابعة تقرير التالي. تحت شعار مستقبل العولمة والتجارة الحرة، سيعقد الاجتماع السنوي لمنتدى بو آو الآسيوي لعام 2017 في بلدة بو آو بمدينة تشونغهاي في مقاطعة هاينان جنوبية الصين، وذلك في الفترة ما بين 23 و26 من مارس الجاري. ذكر تشود وان جون الأمين العام للمنتدى أن الاجتماع السنوي لهذا العام سيركز على 4 موضوعات رئيسية، هي العولمة والنمو والإصلاح والاقتصاد الجديد. تحول منتدى بو آو تدريجيا من منتدى يركز على آسيا إلى منتدى يركز على العالم، وهذا يعني أن منتدى قد وسع رؤيته وأخذ بعين الاعتبار أن اقتصاد آسيوي لا يمكن عزله عن العالم. إضافة إلى عقد 42 ندوة فرعية و12 حوارا مغلق. ومن جانبها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يين يوم 21 من مارس أنه من المقرر حضور جانغ غاولي نائب رئيس مجلس الدولة الاجتماع السنوي للمنتدى، وسيلقي كلمة رئيسية في الحفل الافتتاحي يوم الخامس. جدير بالذكر أن لجنة المنظمة للمنتدى تخطط للدعوة قادة دول أجنبية، من بينهم رئيس جمهورية مدغشقر ورئيس ولايات ميكرونيزيا الموحدة ورئيس وزراء جمهورية نيبال ورئيس مجلس شيوخ الأفغاني ونائب رئيس ميامار وأكثر من 80 مسؤولا من منظمات دولية ووزيرا متخصصا في الشؤون الاقتصادية، وذلك من أجل فهم التحديات وخلق فرص جديدة للتبادل بين قادة الدول ورجال الأعمال. فأستاذ لي، نبدأ الحوار معك. فنعرف أن يعني الاقتصادات الصاعدة في آسيا وخارجها أكبر مستفيدين من العولمة، وأيضا أهم قوة دافعة لمواصلة العولمة، فبصفته أكبر منتدى يعني تجاريا للحوار بين الاقتصادات الصاعدة داخل آسيا وخارجها. يعني كيف تقدر دور منتدى بو آو لاندماج الاقتصادات الآسيوية في العولمة؟ في الحقيقة أن دور منتدى بو آو الآسيوي دور كبير جدا والأبدي له خلال هذه السنوات قرابة 20، لأن هذا المنتدى تأسست في أواخر التسعينات من القرن الماضي، حتى هذه السنة قرابة 20 سنة. فخلال 20 سنة ومنتدى بو آو قد لعب دورا فريدا كبيرا جدا في تنمية اقتصاد آسيوية، وخاصة إزاء بعض الدول الخاصة في هذه المنطقة، وأيضا بتعاون مع مختلف دول العالم أيضا. وخلال هذه الفترة منتدى بو آو قد شهد تطورات وتغيرات فظيعة التي شهدت في هذه المنطقة، لأن منطقة الآسيا قارة الآسيا قارة تتمتع بخصائص تختلف عن الخصائص في القارات أخرى. الأول، توجد هنا أديان مختلفة، وثاني، الأوضاع اقتصادية واجتماعية مختلفة اختلافا كبيرا جدا بين الدول قارة الآسيا، بما فيها مثلا ثاني أكبر اقتصاد العالم وثالث اقتصاد العالم وهي الصين واليابان، وأيضا فيما فيها أيضا أفقر دول العالم في هذه المنطقة أيضا. فصار هناك حتى من باب
مفهوم القيمة يختلف أيضا من دولة إلى أخرى. فلمواجهة هذه الأوضاع المعقدة، كيف يعني تحل هذه المشكلة وتتغلب هذه الصعوبات؟ فلعبت منتدى بوآو دورا كبيرا جدا وفعال في تغلب وحل هذه المشاكل خلال هذه الفترة. طبعا عند صار المنتدى بوآو قد أتم عدة مهمات وحققت عدة أهداف. الأول قد تم إبداع، ممكن نقول إبداع، هذا التكامل الاقتصادي إقليمي في آسيا، لأن سابقا لا أحد يذكر هذه الكلمة. الآن صار هناك تكامل حقيقي بين مختلف دول قارة آسيا، لأن قارة آسيا سابقا كل دولة من دول آسيوية هم عندهم اتصالات خارجية، اتصال خاصة اتصال اجتماعية واقتصادية مع العالم الغربي، ولكن كل هذه اتصالات انفرادية. أما الآن صار تجمع داخلي، بمعنى اندماج داخليا بين مختلف الدول الآسيوية، مما سبب أو أنتج الدوافع الداخلية لهذه الدول، أولا لتحقيق التطورات بينية، من ثم يكون اتصال خارجي جماعي مع العالم الغربي. هذا لصالح هذه المنطقة، دول منطقة آسيا، وفي نفس الوقت لصالح دول من العالم الغربي أيضا. هذا مهمة من المهمات التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة من قبل منتدى بوآو الآسيوي. والمهمة أخرى هو قد تم تأسيس منصة، نقول منصة أو إطار تعاون للفوز المشتركة. فكل هذه الأشياء خلال هذه الفترة، أعتقد أن منتدى بوآو قد لعب دورا مهما جدا، وسوف يستمر في تقديم الواجبات والالتزامات، ويلعب دور باستمرار خلال الفترة المقبلة. نعم، من كلام أستاذ لي نعرف أن منتدى بوآو يرى أن يعني أولما هي من أهم القوى الدافعة للتنمية الاقتصادية العالمية. فأستاذ عبد الرحمن، ولكن الآن في هذه السنوات من أوروبا إلى الولايات المتحدة تتصاعد الأصوات المضادة للعولمة، ولكن زعماء صينيون أكدوا على أهمية تشكيل مصير مشترك للجميع البشرية بمناسبات دولية عديدة. فهل تؤيد شخصيا العولمة، وكيف تقدر أو هل توافق على جهود الصين لتعميم وتفعيل العولمة؟ في البداية، العولمة أنا أؤيدها بمنظورها الجديد. وأولا أطمنك أن هناك لا خوف من الأصوات المضادة التي تأتينا من الغرب. العولمة الآن بالنظرة الصينية، لأن الفكرة الناجحة دائما تلقى كثير من الانتقادات. فالمعارضة لهذه العولمة هذا أمر جيد أنا أعتبره. لماذا؟ لأنه هناك في نفس الوقت بالمقابل اعتراف عالمي متزايد يزداد يوما بعد يوم للمساهمات الكثيرة التي تأتيها الصين. وأود هنا أن أشير إلى أن العولمة بمفهومها الجديد باق، وبمفهومها القديم قد انتهى وراح. يعني هناك فرق كبير بين المفهوم الجديد والمفهوم القديم. نعم، أنا أعتبر الجديد هو مفهوم العولمة بالنظرة الصينية. ماذا تعني بالنظرة الصينية؟ أنا أطلقت عليها أنها العولمة النظيفة. نعم، سوف أشرح لك ما هي. هناك نعرف أن هناك نماذج غربية التي لا يمكن أن نسميها أنها نماذج، جاءت فغيرت في العالم، وهذا كان شيء سلبي. أما الآن فالنظرة الصينية جاءت مبادرة مثلا طريق الحرير الجديد، والتي تشكل عبقرية إنسانية وبشرية وتحفة فنية ليس لها مثيل في العصر الحديث. من جاء بهذه الفكرة؟ الصين. كذلك الصين تسعى جاهدة دائما إلى فكرة عميقة، هي مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية جمعاء.
منتدى بو آو يختلف عن غيره من المنتديات طبعا. مثلا لو ذكرنا منتدى دافوس وغيره، لماذا يختلف عنه؟ هناك فهو منظمة أصلا دولية منفتحة غير رسمية وغير ربحية، من أهدافه تعميق التبادل والتنسيق والتعاون بين مختلف الدول الآسيوية، بالتركيز على آسيا أولا ثم دول العالم الآخر. أيضا يقدم منصة حوار رفيع المستوى للحكومات والمؤسسات والخبراء والعلماء، وحول التشاور اقتصاديا واجتماعيا. أيضا يقدم خدمات للتعاون الاقتصادي الذي يزداد توسعا يوما بعد يوم. مساهمة الصين، ما مساهمة الصين حسب سؤالك؟ مساهمة الصين هي تفعيل العولمة حسب النظرة الصينية التي يطلق عليها العولمة النظيفة، فهي تسعى إلى التجارة الحرة باستمرار في فكرتها الرئيسية، كما أسلفت مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية جمعا، ومن خلال هذا المفهوم وخارطة الطريق به تكون الصين قد عرضت حكمتها وخطتها لحل المشاكل الرئيسية المتعلقة بمستقبل البشرية. نعم. وكذلك يظهر هذا المفهوم رؤية الصين العالمية ومسؤوليتها الكبيرة، لا بد أن تترك بصمتها في العلاقات الدولية. لذلك يعتبر هذا المفهوم فكرة جوهرية أتى من الحضارة الصينية التي تعود إلى 5000 نعم. سنة. فبأرائكم يعني الأصوات المضادة للعولمة في أوروبا أو الولايات المتحدة هي تعارض العولمة النظيفة الجديدة أم العولمة القديمة؟ هل من الممكن يعني اتفاق على يعني مفهوم مشترك للعولمة الجديدة؟ لا شك العولمة النظيفة تقبل كل من يأتي إليها لأنها نظيفة، لا تميز بين أحد، لا تميز بين الماضي والمستقبل، من أتى أهلا وسهلا، وهذا نعم. ما يعمله الصينيون. نعم، شكرا جزيلا. فأستاذ لي، نعم. نعرف أن منتدى بو آو تخدم اقتصادات الصاعدة نعم. في آسيا وخارجها. صح. وكل سنة يطرح المنتدى تقرير التكامل الاقتصادي الآسيوي وتقرير الاقتصادات الصاعدة وتقرير القوة التنافسية لآسيا. نعم. فهل وجدت أي نقاط لامعة أو علامات فارقة في تقارير هذا العام؟ في هذا العام أعتقد أنه هو أولا التأكيد على دور الاقتصادات الصاعدة، وأيضا تكامل اقتصادي إقليمي في قارة آسيوية. هذا أولا تأكيد على الطريق الصحيح، على النجاحات، على المنجزات التي تحققت خلال هذه الفترة من قبل مختلف دول آسيا. هذا أول تأكيد، مع أن دول آسيا لأن طبعا تتميز بكثير من الامتيازات، مع أن هذه من الامتيازات قد ضعفت في الفترة الأخيرة بسبب الأزمة المالية في بعض دول العالم، وأيضا بعض المشاكل الموضوعية أيضا قد ضعفت، ولكنها لا تزال تلعب دورا التي لا تستطيع أن تلعبها دول الأخرى، لأن المساهمة نسبة المساهمة من قبل الدول الآسيوية لا تزال مرتفعة، تتفوق على الدول الأخرى. هذا الأول تأكيد، لأن حتى لنضرب مثلا الجي 20 يعني مجموعة 20، بما من ضمن أعضاء مجموعة 20 11 دولة من الاقتصادات الصاعدة، فالتأكيد على دورة ومكانة ووزن لدول الاقتصادات الصاعدة، هذا الأول. وثاني، هذا يجب أن نتخذ هذا الموقف الصحيح لمواجهة التيار المضاد للعولمة، كما تكلم الأخ هناك مفهومين، مفهوم عولمة قديم وعولمة جديد. مهما كان جديد أم قديم يجب أن نشجعها، يعني قد شجعناها سابقا ولن نشجع باستمرار، ولكن الآن صار هناك في تيار ضد هذه العولمة، فيجب أن نتخذ موقف صحيح أو موقف موحد من في صفوف دول الآسيوية. هذا مهمة من مهمات منتدى البو آو الآسيوية أيضا، هذا يجب أن يكون هناك موقف صحيح، لأن العولمة هي
باعتبارها قانون موضوعية، وأيضا تتمشى مع قانون موضوعية، وقد لعبت وساهمت في عدة مشاكل الضخمة مثل الأمن وحماية البيئة وتنمية اقتصادية بصورة مستدامة. فكل هذه المجالات قد لعبت دورا كبيرا جدا لا بديل لها. هذا هو يجب أن يتخذ على موقف صحيح ضد هذا التيار الغير سليم. هذا الثاني. الثالث هو تأكيد على تنمية اقتصادية صينية، لأن اقتصاد الصين مع أنها دخلت مرحلة انتقالية جديدة، ولكنها لا تزال يحقق تقدما وتطورا أثناء استقرار، يعني التطورات مستقرة، وأثناء هذه في فترة استقرار يحقق التقدم. مثلا في هذه السنة أو السنة الماضية قد حقق ما فوق 6%، مع أن هذه النسبة يبدو أنها انخفضت عن النسبات السابقة، ولكن لا تزال تعتبر مرتفعة تقارنا مع دول الأخرى. هذا هو التأكيد على دور الصين. هذا نقطة مهمة جدا سوف تظهر كنقاط لامعة في هذه الدورة. وإلى جانب ذلك هو أنها موضوع مهم جدا هو اقتصاد دول الجزر. دول الجزر مهم جدا في هذه المنطقة، لأن أولا منطقة حينان، منطقة حينان منطقة مع أنها منطقة مقاطعة، تعتبر مقاطعة في الصين، إحدى المقاطعات الصينية، ولكنها باعتبارها جزيرة أيضا، فهناك في تعاون مباشر مع اقتصاد الجزر، لأن في هذه المنطقة، منطقة محيط الهادي ومنطقة هذا الآسيوية، هناك في عدة دول تعتبر دول الجزر. فعندها اقتصاد الدول الجزر لها خصائص تختلف عن اقتصادات أخرى. فأعتقد أن في هذه الدورة سيركز الجهود والمباحثات لهذا الموضوع أيضا. أعتقد أن آسيا والعالم كله سيستفيد من هذه التقارير أيضا. صحيح. فلمزيد من التفاصيل لمنتدى بوآو سنواصل الحوار بعد الفاصل. فاصل قصير ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد في الحوار. اليوم نتحدث عن منتدى بوآو عام 2017. فأستاذ عبد الرحمن، نعرف أن يعني الآن العالم يشهد ثورة صناعية رابعة، فهل هناك مفهوم مشترك لثورة صناعية رابعة، وما هي رمز لها لمنتدى بوآو؟ بلا شك ولا ريب أن هذا المنتدى أو من أساسيات المنتدى أن يعمل المفهوم المشترك للثورة الصناعية الرابعة. كيف لا والصين قد ضربت أروع الأمثلة في الثورة الصناعية الرابعة. ممكن أن أطرق إلى بعض الأمثلة. مثلا تعد الصين مصدرا بارزا لتكنولوجيات الطاقة النظيفة، فالصين تصنع أكثر من 60% من ألواح الطاقة الشمسية في العالم. أعطيك مثلا اليمن. في اليمن لا يخلو بيت إلا وفيه منظومة شمسية معتمدين عليها اعتماد تقريبا 90%. أيضا تعد الصين واحدة من أكبر أسواق الروبوتات وتزود العالم بالكثير في مجالات التكنولوجيا. أيضا وفقا لما قاله كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي فادوت، الذي أعرب عن إعجابه بمرونة ومصداقية أحدث إنتاج من الطائرات التي بدون طيار من شركة دي جي اي الصينية للتكنولوجيا ومقرها شينشين، مضيفا ان الصين يمكنها ان تلعب دورا هاما في ورائدا في التكنولوجيا، وهذا يعني تحقيق الحلم الصيني الذي يهدف الى ان البلاد ستخلق وتشارك الدول الاخرى في كثير من الثورات الصناعية القادمة. ففرصة التنمية مثلا بدأوا من فرصة التنمية ومن مبادرة الحزام الاقتصادي الجديد لطريق الحرير وطريق الحرير الملاحي للقرن 21، إلى تأسيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية الأساسية. وبهذا حبت الصين بركاب من حول العالم ليستقلوا قطار التنمية.
نعم، فأستاذ الصين ليست هي الوحيدة في يعني قيادة الثورة الصناعية الرابعة، يعني بالإضافة إلى طاقة استخدام طاقة نظيفة وتعزيز التعاون الإقليمي، هل هناك يعني رمز آخر لهذه الثورة؟ نعم، هي لم تكن الوحيدة ولكنها الرائدة، أعتبرها الرائدة لهذا. برأيكم شخصي هي نعم رائدة؟ نعم هي الرائدة، وهناك الكثير، ليس فقط ما ذكرته من أمثلة، هذه أمثلة بسيطة. هناك حلم صيني سوف يتحقق في المستقبل للدول العالم، وهنا دعيني أذكر كما قال الرئيس الصيني، قال إن الحلم الصيني هو حلم السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة، ليس فقط للصين أو دولة أخرى، للعالم جميعا. أيضا في ظل عدم المساواة بين الدول المتقدمة والدول النامية، نعم طبعا، هناك مشهد الحوكمة العالمية الحالي التي يسيطر عليه عقلية الحرب الباردة واللعبة الصفرية. ولكن ما هو رأي الصين هنا؟ رأي الصين أنها قررت إقامة المشهد عالمي جديد يمثل النتائج المتبادلة والمتنافعة بين دول العالم والمشاركة والمساواة من خلال تحقيق حلم واحد، وهو الثورة الصناعية الرابعة لجميع دول العالم، يستفيد منه القوي والضعيف. يعني ثورة صناعية رابعة هي حلم مشترك لجميع البشرية، جميع أكيد الدول. بلا شك، ولكن الرئادة بيد الصينيون. نعم شكرا. فأستاذ لي، نعم. نعرف أن الآن انتهى عهد التنمية الحرة للعمالة المالية على الإنترنت، نعم، التي تخضع الآن يعني مراقبة شديدة. صح. فكيف يعني ترى العبارة الجديدة التكنولوجيا المالية؟ فهو الجيل الثاني فقط للعمالة المالية على الإنترنت. في الحقيقة حسب ما فهمت أن التكنولوجيا المالية الآن نفس الصيغة، نفس النمط مع العمالة المالية على الإنترنت، فقط في العهد مختلف، وأيضا في الوسائل مختلفة. لأن سابقا هذا الأعمال المالية على الإنترنت هو تخدم الشؤون المالية للزبائن، ونفس الشيء على تكنولوجيا المالية، أيضا تكنولوجيا مالية أيضا تخدم الزبائن. أيضا الهدف نفس الشيء هو هدف تقديم الخدمات بأكثر كفاءة وأكثر سهولة، هذا هو الهدف نفس الشيء، فقط نوع من الخدمات المقدمة للزبائن في المجتمع، هذا الأول. الفرق فقط في التركيب. التكنولوجيا المالية قد إبراز التكنولوجيا، بمعنى تكنولوجيا المالية تكنولوجيا بمعنى يستخدم التكنولوجيا الحديثة المتقدمة في الشؤون المالية. أما الأعمال المالية على الإنترنت هو يستخدم أو يشغل يقوم بالأعمال المالية على منصة إنترنت فقط، هذا الفرق. فرق على هذا الأساس فهمنا أن الفرق هو فرق استخدام التكنولوجيا المتقدمة. التكنولوجيا المتقدمة الآن تخدم جميع الزبائن، حتى بعض الزبائن لا يفهم الشؤون المالية يستطيع يدخل سوق أسهم، سوق السندات، سوق الأوراق المالية، لأنهم يعتمادا على البيانات الكبيرة، أو سابقا يسمى الحساب والسحابي، لأن كل الأرقام كل البرامج من ضمن الحساب صار بيانات الكبيرة، هم يحسبون ويداولون بالأوتوماتيكية أو عقلية، يختلف عن العقول البشرية كانت عليها يعتمد، كان الآن يعتمد على هذه البيانات، فيكون نتيجة مزبوطة أكثر، فبالنسبة إلى الزبائن ممكن يكون مطمئنين أكثر. ولكن على هذا الأساس أيضا بالنسبة إلى التكنولوجيا المالية لا يزال في وضع غير مستقر، وبعض العوامل غير مقررة أيضا. لماذا؟ لأنه أولا لا تزال جديدة، يمكن بعض الأشياء لم تكن في منتهى الكمال، والناس أيضا لم يتعودون عليه تماما. وثاني
هو عندما دخل في هذا المجال صار هناك العادات التقليدية من قبل الزبائن يمكن لا يقبله بسهولة بل يقبله بفترة القصيرة. ففي هذه الفترة صار هذه التكنولوجيات المالية مع أنها صالحة ومفيدة ومستخدمة ولكن غير مقبول تماما، وبين فترة أخرى وخاصة في بعض المجالات قد تكون غير ناجحة تماما. هذا نعم. يحتاج إلى مرحلة إلى وقت نعم. لأن في الأصل هذا التكنولوجيا المالية ممكن نقول هو شيء مستورد نعم. من الخارج نعم. كيف نجعلها محليا؟ هذا مهم من المهمات التي تدعى أمامنا. نعم. فالسؤال الأخير أستاذ عبد الرحمن، نعرف أن يعني في آسيا الآن تعرف آسيا تنمية سريعة في المجال الاقتصادي، ولكن بعض أحيانا يعني تشكو بعض الاقتصادات الآسيوية من ضعف قدرة وسائل الإعلام الآسيوية على تغطية هذا التطور. هل هناك اقتراحات منكم لوسائل الإعلام الآسيوية لتعريف العالم الوضع الآسيوي الحقيقية أو الموضوعية؟ في الحقيقة إن مشروع متطور كمثلا مشروع طريق الحرير الجديد مثلا هو ثورة طريق الحرير يحتاج إلى إعلام بروح الطريق بروح هذا الطريق. لذلك لكي تواكب وسائل الإعلام الآسيوية هذا التطور السريع هناك بعض النقاط أسردها عليكم. بما أن آسيا هي أكثر المناطق تعدادا للسكان في العالم وتلعب دورا متزايد الأهمية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العالمية، إلا أن العديد من الأنباء الدولية حول آسيا تأتي من وسائل الإعلام الغربية الرئيسية، بينما نادرا ما نسمع من صوت إعلام آسيا في هذا الصدد على النطاق الدولي. لذلك نريد تفعيل كل وسائل الإعلام الآسيوية وبعدة لغات ليصل صوت آسيا الاقتصادي إلى جميع مسامع العالم. أيضا لا يوجد سبيل أفضل لمعرفة آسيا في رأيي إلا عن طريق وسائل الإعلام المحلية مثلا في الصين وفي الدول الأخرى في آسيا، فوسائل الإعلام تحتاج إلى مزيدا من الأنباء الموضوعية غير المتحيزة والشاملة عن آسيا. أيضا وسائل إعلام آسيا يجب أن تقم آلية معاونة وتعاون مستقرة طويلة الأجل بينها وبين الإعلام الآخر مثلا مثل الحوارات عالية المستوى، تعزيز التبادلات بين الأفراد وإنشاء آلية تدريب لتحسين الخدمات الخاصة بالإعلام، إقامة مثل هذه الحوارات والتي يوصل صوتنا الآن إلى كثير من دول العالم فهذه منصة ضخمة لإيصال الصوت الاقتصادي لآسيا. هناك نقطة أود أن أستغل هذه الفرصة، بما أننا في صدد الإعلام وما الإعلام، أشير أنني عضو المكتب التأسيسي لطريق الحرير الجديد وأنا ومجموعة من الشباب اليمنيين هنا في الصين، وهذا المكتب مكتب كبير وموقعه في اليمن، هو مكتب ضخم نعم وموقعه في اليمن. ما علاقتها مع يعني المنتدى أو وسائل الإعلام الآسيوي؟ هو عمره سنة تقريبا، هو أول مكتب ينظر لموضوع طريق الحرير الجديد ومهتم بالقضايا مثل منتدى بوآ وغيره. نعم مهتم طبعا بالقضايا بشكل فظيع. الحزام وطريقة من أهم الموضوعات لمنتدى بوآ أيضا. نعم ونحن الآن في صدد هذا المشروع في اليمن وننظر له ونشرحه ونحاول ندخل الثقافة إلى جميع الشباب في المجتمع اليمني. لذلك أيضا نحن قمنا بترجمة قصة يسمى نص لاح الفجر باللغة الصينية، وسوف إن شاء الله تعطونا الوقت اللازم لشرح ذلك مستقبلا. وهنا أقدم الشكر والعرفان. عفوا أستاذ بسبب ضيق الوقت ننتهي هنا، شكرا جزيلا لوجه نظر لكم. شكرا جزيلا. شكرا. فشكرا أيضا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء.